السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع قاتين شكشن كعروس أما إيراب كعروس اللي يقال نوتاستاسترون تريتمنتي. رجع هرمون ك تستاسترون ك إيراب كو قاتا إدرين كودا كعسي جيا ودودا رجع نمدا كحوتشيا. هل استا هي خطرتا كقرصون أي إن شاء الله مقالها كتل مامي دونا نبى مالي وحيويري وحنو باهنا هاي إن تستسترو تريتمنت يا استمايو إن تكشن عن قاتوي وعقول وتصوي علوس تي محاك كو كليفة يا إن ساعة سمايس وعقول إسلانتي ما تماك كحيرية إسلانتي أيا تماك كحيرية لبا حاسبا لي هاي بويري وحاس كي هوري أي تريبو يرصوف بين قطعي وحاول ويا يقلت مركب واحد دوني يا أبوي أنا تبعك كحيرة سوى وش هذا يعني هي أنا قلما عروس سمية أي دوني يا وسنت تديم هو يكاد دعتان هذا واحد نصو قادنا إن أوراه ذا نكاسي دوا ده دوس كده يا خطر تكاد دلنا إسا كم بعرف سنة هذا السبب تاعي نوجد يعني نام حي تاعي تستسترون تريتمنتين لسميو sababta ay nuga digayna maxay tahay sababtu waa tan dawadaasi wada wad iyo power badan way isku arkaysaa marka isku dhufato laakiin khatarta baa ka dhalanaysa hormoonkaaga testosterone ku saru u kacaya waa badde dawadii lagu talagalay oo way daweynaysa sare u kicinaysa laakiin maxaa dhacaya waxa ku dhacaya arintan waxay hoos u dhigaysaa hormoonadii kale كارهان هرمون لا يقارن فوليكال استيمولاتيد هرمون أي هوس فدي كيسا أو مهم هو برودكشن كا يا استيمولانتيس كالوغو سماين أي مني دنينك وهاي هوس فدي كيسا هرمون كا كا قايب قاتين لسو سارو إسلامر كان العريو مني دنينك كدبنا نيكا وحا انت بضان كود عدا هديد دوا داو غاتو إنو مدريس نقضو إنو دالي واي مركز مهلستان بادو بريريسا مثل راحة هبين كاسي أووات الحاس كاق إسكعير نيسو إعاد لدى حاس كان دون إياين غوغشا كولاد دقالم أما حاس كان نيمادا يدي أووات إذا رقا نيمادا عنو صوبان دقايا ما تاسا العلايس كساريسا مثل خطرتان كدران إيسا تفير تادي ينولوشي أدون إيسا إن أدون كا تفيرات كاقتكتو أياد مهلستان بادو بريريسا توتي استعمال كاي استعمال يسوي تستوستيرون تريتمنت دواي كاي انتكشن كاي عاد كاو علوس اللو قاتو رقاني مادا اللو قو تلاق لاي ان هورمو كاسر اللو قو سو قادو وحي كوكو عبوري كران من دالي سو دك دك آي حدا جسكال لاي دهي چوچي قاباب كرو دبيعي ايا هورمو كا لغو سو كعيا فيتامينات با لغو سو كعيا عنتا ايا لغو سو كعيا دواي ان خطرتو دا يرتا يبا لغو سو كعيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.